هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. سو اليوم قررت رح اصور لكم فيديو عن مفضلاتي لشهر جون، اند هيدي اول مرة بصور favorites، سو بير وذ مي. هذا اولا. ثانيا صراحة كان مودي كتير احلى من هيك، بس وانا عم حضر الاغراض اللي بدي اصور لكم اياهم واحكي عنهم بيقوم بينكسر احلى فاونديشن عندي، بينكسر ماي فيفورت فاونديشن، ذا رايد اور داي فاونديشن ذات ما بقدر اعيش بلا، اللي هو من جورج ارماني لومينس سلك. والمصيبه انه هاي العلبه كانت جديده، كنت شريتها بس من كم يوم وكنت مستخدمته بس مرتين ثلاثه فقط لا غير. سو رح نبلش بمفضل، رح نبلش احكي عن مفضلاتي في هذا الفاونديشن اللي انكسر لانه كثير مقهوره، كثير مقهورة، مش متخيلين، يعني حاسة حالي رح ابكي بس like I'm holding it up. Anyways رح نبلش بأول item، أول product من my favorites هو هيدا Luminous Silk Foundation من Armani، my shade فيه 7.5. كتير بحبه لأنه بيعطيني هيدا Luminous Finish اليوم أنا حاطته على وجهي، كتير حلو خرج الصيف. الناس اللي ما عندهم مشاكل كتير بوجهن مثل الحبوب هاي القصص تخطيطه بتكون جدا رائعة. هو منه في الكوفر فاونديشن بس هو من احلى الفاونديشنز بالتكستشر بالفينيش اللي ممكن انتو تستخدموهن بحياتكم بحياتكم. اذا ما جربتوه روحوا على اي ريتيل ستور، سيفوريا، دبلهمز، فالفوم، جست تراي ات اون وشوفوا قد ايه حلو هذا الفاوندر. كتير حلو لبشرتهم جافة، انا بشرتي نورمال تو اويلي وبيناسبني جدا، بس بضطر ثبت التي زون عشان if it got oily، بس other than that تصدقوا صار عندي صداع من كل من لما تذكرت كيف وقع على الارض وانكسر. God. المهم my second favorite product اتوقع كلكم عارفينه، يعني من كتر ما انا كنت عم بستخدمه تقريبا بكل الفيديوز، هو الكونسيلر هيدا من MAC Pro Long Wear Concealer ورقمي فيه NC35. اليوم خلطت الفاونديشن لومينس سيلك مع نقطة من الكونسيلر لحتى يثبت الفاونديشن اكثر. هيدا الكونسيلر اتس لايك يمكن ما بعرف ماي ثيرد باتل اي يوز ات، اتس اميزنج. الكفرج تبعته بتجنن، ما بيخطط تحت العين، اللون بيرفكت بيجي علي، مو اللي هو الوايت كاست اللي بيجي، لا لا ات از بيرفكت، ماي فيفورت كونسيلر. وعندي انذر فيفورت كونسيلر من نارز، لحظه ويت وان سكند. اوكي شوف هيدول الثلاثة كونسيلرز من نارز، اوكي كلهم بشيد جينجر لانه هيدا ماي شيد، بس كلهم فاضيين ما بعرف ليش، بس اي لاف ذيس كونسيلر. يعني هيدا كمان اتس ون اوف ذا توب كونسيلرز ان ذا ماركت. هلا اي ونت تو باي شو اسمه ذا نيو ونز ذا كريتد اللي بيجوا هيك مثل الكريمي كونسيلر، بس كلهم ناشفين، ناشف فاضي على الاخر الكونسيلر. بس عن جد نارز كمان يعني ما لقيت صراحة بكل السوق أحلى من هدول التو كونسيلرز، لايك they're the best إذا بدكم كفرج عالية. Another favorite قبل ما ننتقل على بقية الميك اب هو هاد فازلين. Yes I love this one. وفي منه هيدا it's a gel oil. هلا أنا بصراحة مو شخص كتير بحب الكريمز، أوكي بحب اشتريهم بس ما بحب استخدمهم. في هيك بتعرفوا لما بتحطوا كريم على جسمكم بتحسوا إنه هيك بصير يعمل أوه ما بعرف، يعني لو أحكي هذا الإحساس لحدا كتير بيستغرب. أنا بحب كتير اشتري الكريمز، بحب شم ريحة الكريم خصوصا إذا كان هيك على بيتش، على كوكونات، على فانيلا، I love it. بس like انا ما بحب احساس الكريم، يعني ما بحب احساس الكريم على جسمي. هذا رائع. All you need is a drop. Seriously a drop. ما مش بس بيرطب البشرة ومو بس انه ما بيلزق على الجسم، بيعطي جلو مش طبيعي. Let me just try it for you. Okay. هون. بس هالقد you need. شوفوا قد ايه نقطة صغيرة. Okay. Super small. وعم بدي احط لكم اياها. اوكي
بيطلعوا الجلو وبيضلوا هي هذا الجلو على جسمكم for hours and hours. شوفوا just like والحلو انه ما بتحسوا انه صح هو زيت بس ما بتحسوا انه هيك شيء مزيت عرفتوا so it's very nice I really love it plus الريحة تبعته cacao butter come on like في ريحة احلى من هيك عن جد like I really really love it I love the glow اللي بيعطيها plus انه هو كتير كتير برطب it's vaseline يعني this is an obsession after بعد الحمام I put it on and I stay hydrated for forever guys so this one it's really like one of my top favorite products for skincare body care another favorite بدنا عم نحكي عن الاويلز هو هذا الاويل من فارسالي اوكي مو اول حدا انا بحكي عنه لهذا الاويل it's all over instagram it's all over youtube everyone loves it okay بس انا I don't love it for my face صراحه لانه انا I have oily skin وساعات لما احطه بيهيجلي بشرتي بشرة وجهي بس انا ليش بحبه شغلي غير بحب احطه على شفايفي بيعطيني هيك مثل بامب لشفايفي وبحبه استخدمه على الكريم الاشي الكريم يعني مثل مثلا هيدي عندي it's a cream contour kit وعادة الاشياء الكريمية او مثل الجيل ايلاينرز بنشفوا مع الوقت بنشفوا So, اللي بحب استخدمه انه انا what I will do is I will take a little bit ورح بحطه مثلا محل ما انا بدي نقطة بس and رح يمشي لي البرودكت مرة تانية رح يرجع لي اياه زي كأنه جديد بهاي الطريقة شوفوا حملكم السواتش رجع very creamy كتير سلس بصير اسهل بالدمج So, هيدا one of the things اللي انا بحب استخدمه تاني طريقة بحب استخدمه فيها هو عندي الكيوتيكلز اللحمية تبعت الأظافر بتطلع طريقة كتير قاسية so اللي بحب أعمله بعد ما رطب شفايفي فيه اللي بحب أعمله إنه I want to, I like to take a drop حطه على الكيوتيكلز تبعتي و برطبهم لهيدي الجلدة فهيك بكون عم بعالج والحلو إنه في فيتامينز بيعالج لي المنطقة هاي وبحطه على كل مكان ناشف إن كان كواعي إن هذا بس لأنه it's a little bit expensive والكمية فيه قليلة فما بحطه يعني I use the vaseline فما بحطه على كواعي بس once I put it on my lips and I smudge it بمرقه على أظافري والكيوتيكلز it's very 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 nice بين فترة وفترة إذا حسيت إنه وجهي كتير ناشف مثلا وخصوصا بالشتاء يس بحط شوي منه بس نقطة نقطة يعني ما بكتر كتير عشان ما يتهيج وجهي this thing هيدا من نيكس هايلايتر بس ليكويد هايلايتر اسمه بورن تو جلو كتير حلو هلا هذا برمضان الفترة اللي مرقت اذا بدي اطلع الصبح ما بستخدم الهايلايتر اللي انتم شايفينه بستخدم هيدا الهايلايتر واكثر شيء بحبه يعني بحب اكثر ما استخدمه بحب اخلطه مع الفاونديشن مع الفاونديشن بيعطي جلو مش طبيعي حتى لو كان الفاونديشن تبعكم مات فينش حطوا نقطة من هيدا بيطلع رائع واليوم انا حطيته خلطته مع الفاونديشن كمان حطيته على الجفن تبع العين ليكون الي بيز للاي شادو so this one it's really really nice واللون تبعي فيه بيور جولد اوكي الناس اللي بتتابعني على قناتي رح يعرفوا قديش I'm obsessed with highlighters فاليوم صورت لكم هذا الميك اب لوك اللي هو كله هايلايترز اوكي وكمان رح احكي بمفضلاتي عن my top 2 highlighters like I don't think I'm gonna love any highlighters anymore I have a lot of highlighters بس هدول بالنسبة لي like they're my favorite هيدا من انستازيا كمان بستخدمه تقريبا ب almost every single tutorial هيدا الكولابريشن مع نيكول جريرو كتير حلوة هيدا الكيت it's very nice والهايلايتر الثاني اللي I'm obsessing over it هو اللي من اوفرا الكولابريشن مع نيكي توتوريالز اسمه ايفر جلو هايلايتر وهذا اليوم استخدمته على الجفن كاي شادو
هذا الهايلايتر الفرق عن تبع انستازيا انه ما فيه كتير جليتر، ما فيه كتير جليتر لمعة، بس هو هايلايتر قوي. شوفوا الفرق، رح احطه هون. Those two colors. شي خيال خيال. So I love using both of them. هلا كل واحد بأوكيجن معينة. اليوم أنا حطيتهم الاثنيناتهم خلطتهم مع بعض. بس كهايلايترز so far صراحة بالسوق كله أحلى تو هايلايترز لقيتهم هن هيدول الهايلايترز. الأيتم اللي بعديه من my favorites هو هالماسكارا من Maybelline. The Big Shot Mascara. شوفوا I buy a lot of mascara. الماسكارا هي تقريبا الشيء اللي بشتريه كل شهر. اول شيء للهايجين، لانه الماسكارا هي من اكثر الاشياء اللي بتفوت فيها بكتيريا. سو انا عيني كثير حساسين، عشان ما يصير في عندي اي حساسيه او بكتيريا او هالقصص. سو حتى لو الماسكارا عندي بعدها صالحه ما نشفت، برجع بروح بشتري ماسكارا جديده. انا صراحه لهلا احلى ماسكاراز جربتهم بالسوق هني تبعون ميبلين. اول شيء سعرهم كتير مناسب، ثانيا بيعطوا افكت كتير حلو. هيدي الماسكارا احلى ماسكارا من ميبلين انا لهلا جربتها. Like اليوم حطيتها، بتعطي كثافه للرموش، بتعطي طول للرموش مش طبيعيه، بتعطيني هيدا الفول سلاش افكت. And I think it's not gonna be only my favorite this month. It is going to be my favorite for like a while. هلا هي من my top favorite 5 mascaras I would say. إذا حابين أعملكن على my top 5 mascaras video, let me know تحت بالcomment section below. I would really love to share the mascaras I've tried with you guys. آخر شيء، الشيء اللي أنا عم بحبه، عم بحب استخدمه كل يوم بكل فيديوهاتي، هو هدول الجلاسز. هيدا الجلاس من كورف، في لحظة في لون تاني، اوكي هذا شريت منهم ثلاثة هداك اليوم. في هيدا رقمه 07 بيجي على واتر ميلون، وهذا رقمه 01 هذا شفاف. شريت واحد رقمه 03 بس مو لقيته بشي جزدان، بيجي على بيج. اوكي هيدول الجلاسز، اوكي هيدول الجلاسز شو بدي اخبركم، يعني بيعطوا شفايفكم، وخصوصا بالتصوير اذا عم بتصوروا بيعطي شفايفكم. شفتوا هيك الافكت الاشي اللي بيجي مبلول المراي، كانكم حاطين مراي على شفايفكم. This is exactly what these glosses give you. كنت قبل عم بستخدم هيدا الجلاس من ريمال بلندن، هو اسمه ستاي جلاس up to 6 hours last and shine lip gloss. هيدا الجلاس هيدا خيال، بس هيدا كتير قديم انا عندي اياه، والمشكلة انه ما عم برجع الاقي منه. It's not in Rimmel anymore. So I was looking for this. It's really 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 nice and really amazing. ليكا. والحلو فيه انه It's not thick. مش من الجلاسز اللي بس تحكوا بيعمل هيك، لا لا لا. الحلو فيه انه كتير خفيف. بس بالسوق هلا مو موجود، اتوقع انه انقطع او طلعوا اشياء جديده، لانه لما رحت اخر مره على الرمال او سالتهم على هيدا الجلوس بالذات they don't have it anymore. عندهم جلوسز ثانيه بس it's not as good as this one. So الاشي الوحيد اللي لقيته بيشبهه وبيعطي نفس الايفكت هم هيدول الجلوسز. خليني اعملكم سواتش. شوفوا هيدا اللي بيجي على واتر ميلون شوي. الفرق انه هيدولي شوي اسمك من تبع ريمال، يعني ريمال كتير اخف، ما بتحسوا فيه على شفايفكم انتو حاطين جلوس، بس هيدا بتحسوا فيه اولها انه انتو حاطين جلوس، بعدين خلاص بصير فاين. بس ريحتهم كتير حلوة. طلع حلو حلو لمعتهم. والحلو بالبراند كورف انه هي ماركه طبيه، سو
كل البراند اللي عندهم في اشياء بتحمي البشرة، فيها اشياء فيتامينز للبشرة. So this one from Carve، كإذا بتحبوا الاشياء الجلاسز، وخصوصا هلا الجلاس كتير دارج هذا الصيف، يعني بطل كتير دارج المات، اشياء المات الفلفت، هلا كتير دارج الاشياء الجلاس الكريمي الجليتر الشيمر. بس انا صراحة I'm not a fan of glitter على الشفايف، I'm more into like glossy things. So إذا بتحبوا الاشياء الجلاسي هيدول سوبر رائعين، موجودين بتقريبا كل الصيدليات الكبيرة بالكويت. And that's it guys la my favorite products for this month. إذا حابين تشوفوا كمان favorites every single month let me know. And إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما كان كتير طويل عليكم وكان خفيف ظريف كيوت. الأشياء اللي عجبتني تعجبكم وتجربوها، give it a try. And رح اضطر اختم معاكم for now. Thank you so much for watching، وبشوفكم على فيديوهات جديدة.